كان هناك مرة في قرية صغيرة تقع في قلب الغابة الكثيفة عاشت فتاة صغيرة تدعى ليلى. كانت ليلى فتاة ذات خيال واسع وروح مغامرة تحب استكشاف العالم من حولها. في يوم من الأيام قررت ليلى أن تخوض رحلة إلى الغابة المجاورة، وكانت تسمع الكثير من القصص الشيقة عن المخلوقات السحرية والكنوز المدفونة هناك. قامت بتجهيز حقيبتها بالطعام والماء وأدوات النجاة، ثم بدأت رحلتها. سارت ليلى في الغابة الكثيفة تتجاوز الأشجار الضخمة والأشجار الملتوية. كانت الغابة مليئة بالأصوات الطبيعية المدهشة من غراء الطيور وصرير الحشرات. بينما كانت تسيرون لاحظت ليلى شيئاً غريباً في الأفق. كانت هناك ضوء مشع يتلألأ خلف الأشجار. فضولية قررت ليلى أن تستكشف هذا الضوء المشع. صارت بخطوات حذرة نحوه، واكتشفت أن الضوء ينبعث من مغارة صغيرة تختبئ خلف الأشجار. دخلت ليلى المغارة ببطء وبدأت في استكشافها. في داخل المغارة اكتشفت ليلى شيئاً مذهلة. كان هناك مصباح سحري مضيء في وسط الغرفة. اقتربت ليلى من المصباح ولمسه برفق. فجأة ظهرت جنية صغيرة متلألئة أمامها. الجنية شكرت ليلى على تحريرها من المصباح وعرضت عليها أن تحقق ثلاث رغبات لها. كانت ليلى سعيدة جداً وقررت استغلال هذه الفرصة لصالح الجميع. أمضت ليلى أياماً مع الجنية، وكل يوم تتمنى شيئاً جديداً. قامت بطلب السلام في العالم وماء نقي للجميع وحب وسعادة لجميع الناس. كانت رغباتها تتحقق بشكل سحري. بعد أن أنهت ليلى ثلاث رغباتها، تودعت الجنية وعادت إلى قريتها. قدمت ليلى السلام والمساعدة لجميع سكان القرية وتحولت إلى بطلة في قلوب الناس. كانت ليلى تعيش حياة سعيدة ومليئة بالمغامرات، وتذكرت دائماً الجنية السحرية التي ساعدتها في تحقيق أمنياتها. وهكذا استمرت ليلى في استكشاف العالم ومساعدة الآخرين بقدر ما تستطيع. أصبحت قصتها ملهمة للجميع وانتشرت سمعتها في القرى المجاورة. وبفضل شجاعتها وعطفها، تم تحويل الغابات المظلمة إلى مكان مزدهر وآمن للجميع. وهذه هي نهاية قصة ليلى الشجاعة والجنية السحرية، قصة عن الاستكشاف والمغامرة وقوة الإيمان والعطف في صناعة العالم الجميل. قصة تذكرنا بأننا جميعاً قادرون على تغيير العالم من حولنا بالأفعال الصغيرة التي نقوم بها يومية. تتمنى أن تكون القصة قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.